ومن القواعد أيضا الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة. الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة، لأن التوسل مبناه على ما يحبه الله من الوسائل، ومحبة الله غيب، وأمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز لك أن تتوسل لله إلا بوسيلة دل عليها الدليل، كالتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته وبذكر الحال وبدعاء الرجل الحي الحاضر القادر وبالعمل الصالح، وأما ما عداها فلا يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل به لعدم وجود الدليل الدال على الجواز، والباب توقيفي. فالتوسل إلى الله بذات أحد من الخلق بدعة، والتوسل إلى الله بجاه أحد من الخلق بدعة لعدم وجود الدليل.